السلام عليكم ورحمة الله. القرآن فيه الخير والبركة، وفيه النجاة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا بأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. ومعنى الزهراوين المنيرتين، فالمداومة على قراءة وتدبر القرآن وخصوصا سورة البقرة وآل عمران له فوائد في الدنيا والآخرة. في الدنيا خير وبركة ورزق وسعادة ووقاية من الأمراض والسحر وغيره. أما في يوم الموقف العظيم فأول حاجة أنهما يقيان من حر الموقف، فهما كالغمامتان فوق رأس صاحبهما، وتفرجان كرب يوم القيامة، وتشفعان لصاحبهما. وبحمد الله وبعونه وبفضله انتهينا من سورة البقرة، ونبدأ الآن في سورة آل عمران، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي سميت باسم أسرة فاضلة، أسرة آل عمران. وسيدنا عمران هو والد السيدة مريم البتول الطاهر، أم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهيا بنا لنعيش ونحيا بالقرآن، ونتدبر سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام